كابتن هاني، يا بيبو ازيك؟ ازيك كابتن هاني، اخبار حضرتك مبروك ايه؟ يا حبيبي، الفوز الله يخليك يا مهم جدا، ولسه كنت بتكلم على دورك المهم جدا الفترة اللي ده فاتت حقيقي. والطفرة اللي حاصلة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي على جميع المستويات، حتى على مستوى إعارة الشباب ذو خارج خبرة مصر وخارج برضه مصر، ده شيء مهم جدا عشان يخشوا أجواء الاحتراف بشكل كويس. ودايما بقول الأهم مش هي البطولة، البطولة طبعا مهمة، احنا متربيين على البطولة، ولكن الأهم من البطولة واللي انتوا شغالين عليه إن فريق الشباب دوت إن شاء الله يكون فيه 6 7 عناصر متواجدة مع الفريق الأول، ويكونوا هم دول نجوم النادي الأهلي الفترة اللي جاية يا خالد. طبعا. كابتن هاني بشكرك طبعا على الكلام المحترم ده. الحمد لله طبعا النهارده كان مكسب، كان مهم جدا. البطوله كانت بعيده من مباريات صحيح فاتت، الحمد لله شرف يعني قدر يعمل مجهود كبير جدا، والولاد كمان ساعدوه ان احنا ان شاء الله نرجع على تاني نتصدر البطوله. بطوله الشباب دي بالنسبه لنا هي مهمه جدا، لان ده انت طبعا عارف اول فريق تحت الفريق الاول، صحيح لعيبه كلها لازم تبقى عندهم الاستعداد ان في اي وقت ان انت تشتغل مع الفريق الاول. وشفنا الحمد لله لما الفريق الاول احتاج مجموعه من اللاعبين في كذا نقطه ده كلهم حقيقي. ادوا بشكل كويس وعملوا حاجه كانت محترمه جدا. انا بقول لك النهارده يعني المباراه كانت مباراه صعبه جدا في فريق طلائع الجيش، صراحه عمل موسم جيد جدا، قدر النهارده نكسب 2-1 في ماتش كان مهم. انا كابتن يعني بضم صوتك على ان انا اهم من البطوله هو ان انا اعمل لعيب ينفع صحيح يبقى شخصيه النادي الاهلي، ده هو صحيح ده المهم، ده المهم ان انا لعيب يقدر في اي وقت الفريق الاول يحتاجه، وهو ده الدور الاسمى لقطاع الناشئين ان انا اطلع مجموعه من اللعيبه في المراكز اللي بيحتاجها الفريق الاول يبقى جاهز في اي وقت يقدر يلعب. ده حقيقي كابتن خالد، اكيد ببارك ايضا لحضرتك، واكيد احنا شايفين تجربه مختلفه، خدت قطاع الناشئين من النادي الاهلي رحت بيه لحته تانية، عندك تفكير استراتيجي، كل جمهور النادي الاهلي حاسه، ناس بتتكلم ان شايفه قطاع الناشئين مع النادي الاهلي تجارب، حضرتك بتبص اكيد للبطوله وزي ما حضرتك قلت، وكمان انك تمد الفريق الاول بلاعبين زي زياد طارق وغيرهم من اللاعبين الكتير جدا اللي شفناهم، كمان التعاون اللي حضرتك عامله بره وفكره خروج اللاعبين انه يكتسبوا ثقافه، اعتقد ده كابتن شفناه الفتره الاخيره، ايه حضرتك شايف الفتره الجايه ممكن نقدمه؟ وايه اللاعبين اللي انت شايف ان ممكن يكون لهم فرص في الخروج بره او الفريق الاول؟ ربنا يخليك يا فارس طبعا على الكلام اللي انت بتقوله ده. ده حضرتك بص انا تستحقه يا كابتن والله. ايه؟ حضرتك تستحقه اكيد، وجمهور النادي الاهلي كله لامس ده يعني. ربنا يخليك. طبعا بص عشان نبقى متفقين، الموضوع اللي فيه استراتيجيه اتحطت من مشرف عام على الكوره مع لجنه التخطيط، ان ازاي ان انا يبقى عندي قطاع ناشئين يقدر ان هو يستفيد منه الفريق الاول، واقدر ان انا اشتغل على الامكانيات اللي عندي. طبعا كان شغل كبير جدا اتحط الاستراتيجيه من سنتين، وانا نفذت الكلام اللي محطوط من لجنه التخطيط والمشرف العام على الكوره كابتن محمود الخطيب، أكيد ان ازاي نستفاد باقصى اقصى يعني اقصى استفاده من قطاع الناشئين. اشتغلنا على كذا محور، محور اساسي ان انا ازاي اشوف الاماكن اللي محتاجها الفريق الاول، وازاي ان انا اشتغل عليها، وازاي اجهز اللعيب ان لما احتاجه الفريق الاول نشتغل ده يبقى جاهز 100%. المحور الثاني ان انا بقى عندي مجموعه من اللاعبين يقدر ياخد الطابع الاوروبي، يطلع من سن صغير، واحنا الفكره كمان ان احنا كمان يعني ان شاء الله في الفتره الجايه هتشوف مجموعه اكثر كمان بتبتدي تتحرك، عشان يبقى انا عندي يعني مجموعه من اللاعبين بتشتغل في الدوري المحلي، ومجموعه من اللاعبين بتشتغل في اوروبا، اقدر ان هم ياخدوا خبرات من السن الصغير، واقدر انا استفيد منهم كنادي من خلال كذا طريقه. المحور الثالث طبعا كان المهم ان انا ازاي اشتغل على البنيه كمان التحتيه بتاع قطاع الناشئين. انت يعني اشتغلنا بشكل مهم جدا في الفتره الاخيره ازاي يبقى عندي بنيه تحتيه قويه جدا، والحمد لله احنا ماشيين بالخطوط دي كلها، والحمد لله ربنا بيكرم اخر كرم يعني ان قطاع الناشئين طبعا حضرتك عارف والكابتن هاني عارف ان شغل بتاع قطاع الناشئين بياخد وقت طويل، يعني مش على طول بتجني ثماره، انما طبعا يعني الحمد لله الدنيا مشت بشكل اسرع ومشت بشكل سريع جدا، وشفنا نتاج سريع طبعا. وانا معاكم فرصه طبعا اشكر كل الناس اللي اشتغلت يعني في قطاع الناشئين،
قبل كده ان هم الرؤساء بتاع الناشئين او المدربين اللي اشتغلوا، لان هم اسسوا حاجه كويسه جدا على قطاع ناشئين، وانا جيت كملت شغلي معاه. احنا شيء عظيم يا كابتن. شغل قطاع ناشئين ده شغل ترقي. خالد طبعا، كابتن خالد طبعا، زي ما انت بتقول الناس حاسه ان في حاجه بتحصل، وده اللي كنا عايزينه. يعني نتائج قطاعات الناشئين بتاخد 5 و6 سنين عشان نبدا نشوف نتائج، لكن بصراحه المجهود اللي معمول بدانا نحس بيه بشكل ايجابي، خطوات كلها فيري بروفيشنال زي ما انت بتقول، مدروسة. كمان مدروسه بشكل كويس. ومهم جدا العلاقه ما بين المدير الفني للفريق الاول وقطاعات الناشئين، دي علاقه وثيقه جدا جدا، وكمان نظره مستقبليه. يعني لازم من دلوقتي لو محتاجين راس حربه يبقى راس الحربه اللي عنده 15 سنه مميز في النادي الاهلي ده يتم تطويره بشكل كبير. كابتن خالد بنقول لك مبروك على مباراه النهارده، كابتن شرف بنقول لك مبروك، وكل اللعيبه مبروك، وان شاء الله بالتوفيق في الفتره اللي جايه. عندنا